السلام عليكم. اليوم ضيوفنا من سوريا، مقيمين في دولة الإمارات العربية، عائلة عربية تشرفنا بيهم. طلعنا في جولة إلى تلفريكات زخكازور، والآن وصلنا إلى بحيرة شيبان. عندنا الحبابة رين ابنتهم، رين أبو الشباب، وراح نقود القارب. احنا نسب القارب نكتب في بحيرة شيبان. رين عارفين عنه اسم رين، الاسم ولا شو؟ رين يعني مطر. ايوه رين معناه مطر، رين بالانجليزي معناه مطر. ايوه اللقب شو اسم بابا؟ شو اللقب؟ اوكي البنت وين تريد تتكلم انجليزي؟ راح تتكلم انجليزي بعدين ترجم لكم اذا اخترت. What your name and your family? My name is Rain and yeah. My family name is Abu Shabab. Abu Shabab, Rain, Abu Shabab, welcome Rain. You are at Lake Shiva. Do you want to drive the or lead the boat? Can you? تقدر تقود القارب، راح نخليها تقود القارب. اوكي؟ بس تخاف لا تغرقنا. الوالد يقول شاطرة البنت. I look straight. راح تسوق تقود القارب بشكل مستقيم. اوكي؟ Yeah. Wait, how do you go faster? No, faster. Okay, faster. No. The speed constant, we cannot drive faster. Okay? احنا الطفلة رين قائدة القارب. قائدة القارب، وهنا العائلة الكريمة معنا. شباب الآن رين قادة القارب، أخوها يوسف راح يقود القارب. أوكي؟ I'm